رجعنا لكم اصدقائنا المشاهدين مباشره عبر هوا الاو تي في. ما حطتنا هلا مع مايك فغالي، بس رح تشوفوا مايك بموضوع ثاني مش توقعات اكيد. اخر ساعه بنكون مع مايك ليتوقع ويسمع اصواتكم ويحكي لكم شو مخبي لكم المستقبل. هلا بدنا نحكي نحن ومايك بهالمحطه عن علم الطاقه. صباح الخير. صباح النور. كيفك مايك؟ شكرا الله. يوم بكير كنت عنا، بما انه اليوم في هيك مثل لقاء بعيد شوي عن التوقعات اضطريت اني اجي. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم مايك بدنا نحكي نحن وياك عن علم الطاقه. اول شيء خلينا نعطي تفسير لعلم الطاقه، شو هو علم الطاقه وقد ايه مهم وقد ايه ممكن يغير معطيات بحياتنا؟ الطاقه هي كل شيء بالحياه. نعم. هي جزء من الهواء اللي بنتنفسه، جزء من جسمنا، جزء من الطاقه اللي بنستمدها من الصلاه. يعني كل نوع طاقه له شيء في الجسد. مشان هيك على طول في عندنا شيء اسمه سجود. هي الطاقة الكبرى بتكون بالشاكرا السادسة. البعض بيعرفها انه بالعين الثالثة. بس نسجد، نحط راسنا جبينه من هون على الأرض. إذا كان عند المسيحية أو عند المسلمين في خميس السجود وفي السجود اليومي عند المسلمين. هي بتصير الطاقة عمودية بينه وبين اللي خلقنا. بنكون ساجدين نحن هون على العين الثالثة، تتفتح كل الأمور. في عدة أشياء بنقدر نستمد منها طاقة. بالإيمان الصلاة عم نستمد طاقة الشفاء. بالأحجار نستمد طاقة الصبر والرزق والإصرار والشخصية. في عندك طاقة الأعشاب، طاقة الأرض الواسعة، من الأعشاب للشجر للزهور. هاي بتعطينا الثقة بالنفس. كل شيء ممكن يقدمنا اكثر من فشخه لقدام. واهم شيء طريقه التنفس، كيف بدنا ناخذ النفس من هون تنقدر نظهره الشهيق والزفير، كيف بده يكون تنوصل لمرحله انه فتنا بشيء اسمه مديتيشن. فتنا بالتامل اللي بدنا اياه. نعم. يعني مثل ما بفهم من كلامك مايك انه مثل كان هي سلم لنوصل الى التامل، وبعدين نعم. بس نعمل مديتاسيون كونتمبلاسيون اكيد في معطيات كثير بتتغير، ان كان بطريقتنا بنظرتنا للامور بحبنا للحياه بالقرارات. ببطل في يأس، ببطل في يأس، ببطل في شيء مستعصي علينا. بتكون حياتنا كثير واضحه قدامنا، عارفين حالنا شو بدنا. نبطل نقول في شيء مسكر بوجهنا او ما إلي حظ. بنقول على طول ليش يا الله عملت معنا هيك، ولكن ما بنقول كتر خيرك يا الله انه ظهرتنا من هالشيء. نعم. فعلى طول لازم نفكر بطريقه ايجابيه. ما في شيء اسمه وادي، في شيء اسمه كعب الجبل. ما في شيء اسمه ليل، في شيء اسمه غابه الشمس. فكر بالطريقه الايجابيه على طول، نوصل لكل شيء بدنا اياه نحن ومرتاحين. اصلا هو علم الطاقه قد ايه بيعطي ايجابيات للاخر ولنفسنا، وقد ايه اذا بدك مايك بناحيه من النواحي ما بعرف حضرتك بتفسرها بتزيد لنا ثقه بنفسنا. يعني نحن اذا كنا مزعزعين ما عندنا هالثقه القويه، مش قادرين ناخذ قرار، معذبين من نواحي عديده بحياتنا ان كانت اقتصاديه او غير اقتصاديه اجتماعيه، بتزيد لنا او بتعزز لنا هالثقه بالنفس وبصير فينا نجابه اكثر. بس نوصل نستخدم الطاقة تبعيتنا بنقدر نجلس الأورا اللي حوالينا. نعم. كل إنسان عنده أورا وإلى ألوانها، بس نقدر نجلسها بدون استعانة من أي شخص من الأشخاص اللي بجلس لنا الأورا. بنشيل الكارما اللي بترتد علينا على طول. على طول بكون في كارما. الإنسان إذا ضرب بسينة بعد فترة بصير له مصيبة. بقول لك البسينة بتدعي، لا هي ما بتدعي، هي الكارما عم ترجع بترتد عليكي. كل عمل منيح بيرتد عليك وعمل مش منيح بيرتد عليك. فكل شيء بنمرق فيه نحن هو من صنع ايدينا، عاملينه من قبل عم بيرتد علينا هلا. بس نفوت بعلم الطاقة، بعلم التأمل، بنمحي هالذنوب كلها سوا اللي عاملينها نحن. بلش نغسل من جوا، والغسيل من جوا بكون بالطاقة اللي بنستمدها بالإيمان والصلاة والصوم والسجود. نمحي كل هالطاقة السلبية اللي حوالينا. غير أمور بتصير بحاجة لأحجار أو بحاجة لمساحات أرض، مساحات نظرنا ما يكون محدود بعمر، يكون مفتوح على البحر. يعني بتمنى أنه كل إنسان يقدر يطلع ولو بفلوكة صغيرة تبع صيد السمك، يطلع لك لمطرح يفتح نظره على الآخر.
ما يضل محجوب بشيء واقف قدامه بلوك. نعم. بدي احكي شوي كمان عن الاحجار، يعني دائما انا بلاحظك مايك بكل اطلالتك معنا، يعني اول شيء اكيد بلاحظ ثيابك يلي دائما بيكونوا مميزين، ولكن في ملاحظه الاحجار يلي انت كثير بحسك متاخذ فيها العلم وبتحط حجر بتقول لي مثلا هذا الحجر كبير لونه كذا بيرمز، خلينا نفوت نحن وياك شوي بعلم الاحجار، كل حجر لشو بيرمز، وهل فعلا هيدي مقوله يعني شيء هيك عم نقوله لنتسلى، ولا فعلا هو كل حجر له مدلولاته وبياثر على شخصيه الانسان؟ لا، كل حجر في له مردود، حتى برؤيا يوحنا بقول لك وتسقط عروس الاب اورشليم مرصعه الزبرجد والزمرد. الأحجار لها أدوار بالحياة، وكل إنسان له حجر. ما بيقدر الحجر اللي ملائم مع أرقامك أنت يكون ملائم لإلي أنا. نعم. كل حجر في له الزوايا تبعيته اللي تنحط الطاقة عليه أو تتجمع الطاقة حسب الشخص اللي قدامه اللي بده يحمله. يعني الأحجار علم كتير كبير، علم واسع كتير، ممكن يريحك من أوجاع، ممكن يفتح لك أمور مستقبلية كتير. هون ما عم نتعدى على الدين، إنه ما عم نقول إنه إذا الواحد عم بيأمن بالحجر، الحجر ما في إيمان، الحجر بس بيعطيك طاقة أرضية. الأحجار نوع من المعادن والتراب. في عندك أحجار من الحمم البركانية، عندك أحجار من 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 بتكون موجودة بكهوف كتير عميقة، عندك أحجار بتكون موجودة بمناجم. واهم شيء الحجر يكون حي وخام. كيف يعني حي وخام؟ يعني ما يكون مصقول. الالماز مصقول. نعم. الياقوت بس نشوفه بخاتم بيعطي تقل. اذا بكون على طبيعته بالعكس بيعطي رياحه. كل شيء بده يكون على طبيعته. الاورا تبعت الحجر اذا بدنا نسميها منها مكسره. طيب. منا مجلوخه، بعدها على طبيعتها، على طبيعتها الخام. نعم. طيب مايك، انا كيف بعرف انه هيدا الحجر هو بيناسب لي شخصيتي او لا؟ نعم. يعني هون بدك تلتجي لدكتور بعلم الطاقه او احد الاشخاص اللي بيفهموا بعلم الطاقه والنيمرولوجي تيشوفوا تاريخ ميلادك. تاريخ ميلادك مش الموجود على التذكره، مشان هيك انا لا اتعاطى الابراج. تاريخ ميلادك اللي هو الحمل 9 اشهر، مفروض بين رابع أسبوع وخامس أسبوع توضع الروح، هذا تاريخ ميلادك. هون ولدت روحك. من هون بناخد تاريخ الميلاد تنعرف قديش عمرك، تنعرف الزاوية تبعتك كيف رأيك، بتنعرف شو حجرك. إذا هذا الحجر بينحط الطاقة تبعيتك عليه تقدر يوسعها. قد ايه الالوان بشكل عام قبل ما نحكي عن الوان الاحجار؟ لان حضرتك مايك انت فايت فيهم، يعني فايت بالموضوع بعمق، وعامل ويب سايت لهم خصوص العالم فيها. مزبوط. وعامل ويب سايت لهم على الالوان الحلوه تبعت الاحجار. خليني اول شيء هيك بشكل عام احكي عن الالوان، يعني ماهيه الالوان. مزبوط نحن بس نشوف اللون بغير لنا شوي نفسيتنا؟ أكيد. يعني مثلا بس نشوف لون فرح بنفرح، بس نشوف لون بحزن بنحزن، هل قد بياثر اللون علينا؟ بيعكس على المرايه تبعت العين. بس تعكس مرايه العين اللون اللي قدامك، بتغير لك بالكاركتير تبعتك او بتغير لك بتصرفاتك. يعني شاتي حدا لابس اسود خلص بدك تاخذي احتياط انه يمكن حادد او محزون. شاتي حدا لابس ابيض تحسي انه في عنده فرح، رايح على مطرح فرح. بس انت قلت لي انه مش عند الكل الاسود هو الحزن. عم نحكي عن مرايه العين. الانسان اول رده فعل شو بتكون؟ هو اذا بدك تجي لطبيعه الالوان، هو الليلا او الموف او الليلكي، هو هيدا علامه الحداد. بافريقيا الاحمر علامه الحداد. ببعض الدول العربيه الابيض علامه الحداد. احنا عندنا هون الاسود، كل واحد بيختار. مثلا حضرتك اللون اللي لبستي بدل انه كثير متصالحه مع حالك، طاقتك كثير جالسه، ولكن في عندك تردد بقيام بعده امور اللي هي نقله من مكان الى مكان. الاصفر هو الأصفر هيك بيعني هو ولا بيعني انا على شخصيتي الان هلا انا لبسته الاصفر؟ لا، ولا هيك شو بيعني؟ اوكي. الاصفر بيعني التردد، الانسان بيكون في عنده تردد، بواجه ما بواجه، بجرح ما بجرح، على طول. فعل ورد فعل. الاحجار هيك نفس الشيء. في عندك الاصفر، الاخضر، الموف، الاسود، الاحمر، هلا صار في هذا الالماس اللي عده الوان.
عندك على لون الزهر، على لون الأصفر، الأزرق السماوي، على لون الأبيض الطبيعي مثل الإزاز، عندك الأسود كتير مهم، الألماس الأسود، ولكن شوي بعده قليل بالتداول، ولكن طاقته كتير قوية، أقوى بكتير من الألماس المعروف. طيب لا نعتبر أنه حضرتك شفت شخص معين مايك وسألك أنا أي حجر بدي أقتني أو أي حجر بدي يكون معي دايما، شو بيكون جوابك وعلى أي أساس؟ أول شيء بدي أطلب منه تاريخ ميلاده الكامل واسمه الكامل. نعم. من هون بجاوبه شو الحجر اللي ممكن يناسبه. هذا الحجر بينحط على ذهب أو على فضة أو على رصاص أو على قصدير، بنعرف هذا الحجر شو اللي بفوت معه تقدر يكمل طاقته، تقدر نرجع له المعدن الأساسي تبعه له. وعلى موجبه بنشتغل وبنعطيه. والأحجار غالية، أغلى بكتير من الأحجار الكريمة، الأحجار اللي فيها طاقة. فعندك أحجار بتكون ميتة ما فيها شيء، يعني كل حجر بكون مجلوخ أو فايت على مكانات مات، هذا حجر مات، بطل حجر طبيعي. قيمته الألماس قيمته باسمه بشكله، ولكن هو حجر ميت. يعني إذا بتجيبي حجر ياقوت نفس الكرات، نفس قياس الكرات أو وزن الكرات تبع الألماس، إذا خام الياقوت أغلى بعشرين مرة من حبة الألماس. بتكون طاقته فيها عايشة بعدها، بس بدها تركيب للشخص. طيب مايك الناس يلي تبعت معهم يلي نصحتهم أنه مثلا يحملوا حجر معين أو يقتنوا حجر معين، شو تغير معهم؟ شو تغير بحياتهم؟ شو تغير بتصرفاتهم؟ هل هو بس كتير مجرد راحة نفسية؟ وإذا تغير تغير شو؟ لا، في أشخاص قويت شخصيتهم، لكن حسوا حالهم شخصيتهم كتير ضعيفة، قويت شخصيتهم بالمواجهة وقدروا وصلوا لمناصب لأماكن معينة. في أشخاص كانت على طول تبعد عنهم. نعم. الحجر رجع جلس لهم الكارما تبعيتهم، جلس لهم الأورا، صار في بريء معين، رجعت الأشخاص تتردد عليهم، رجعوا الأصدقاء القدامى اللي كانوا عم بيبتعدوا رجعوا قربوا من أول وجديد. كان بالعاطفة أو كان بالصداقة أو كان بالحياة الطبيعية. يعني هل قد أنت لمست تغيير معين؟ طبيعي، مشان هيك أنا على طول ضلني حسب الشيء اللي بدي أقدم عليه بالنهار بكون لابس حجر. اليوم مثلا لابس الحجر الأزرق، هيدا الأمازونيتا دي روما. هيدا نوع من الأحجار المنة كريمة، ولكن الأحجار اللي بتكبر. هو بكبر حاله، يعني بيرجع بولد حاله بحاله. هلا هيدا بيلبق له الذهب، حاطط له ذهب. في أحجار بيلبق للنحاس أو القصدير. هلا هيدا الحجر اللي حاطه بيكبر؟ بصير يكبر انت وحاطه؟ مش انا وحاطه، بده سنون، ولكن بتقشع فيه شيء زايد عم بكون فيه. بده وقت كتير طويل. نعم، يعني قد ما فينا هيك دوينا مايك على قصه الاحجار والطاقه. طبعا نحن موعدنا بيتجدد بنهايه يوم جديد لتسمع اصوات مشاهدينا وتتوقع لهم. شكرا لحضورك معنا بهالحلقه يلي حكينا فيها عن الطاقه وعن الاحجار. اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا نحن بننتقل لناخذ بريك صغير، بنرجع بنتابع. رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، متابعين معكم رحلة يوم جديد المحطة. هلا مثل العادة، مثل ما دايما معودين، كل مع مايك فغالي، بتصلوا فينا على الرقم يلي بعد شوي بيمرق قدامكم مباشرة على الشاشة، وبتحكوا مباشرة مع مايك يلي بيسمع صوتكم وبيتوقع لكم. صباح الخير. هلا مش موضوع طاقة، هلا موضوع توقعات. صباح النور. كيفك مايك؟ ماشي الحال؟ بخير. كيف طاقتنا اليوم كلنا؟ كيف شايفنا؟ كثير حلوة، طاقة إيجابية كثير حلوة. زياد وفادي، هيدي المواضيع مش على أشخاص، بس هيدي المواضيع تقريبا بتضل ل 26 27 أدار في طاقة حلوة على الكرة الأرضية. حلو. بعد 27 بتبلش تتلخبط. حلو، إن شاء الله خير. عندنا أول اتصال، منا رح ننطر أصدقائنا المشاهدين. ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور، يا هلا، مين معنا؟ نادية حبيبي. أهلا نادية، تفضلي، مايك معك. صباح الخير استاذ مون. صباح نور. كنت بدي اقول لك شغلتين بس. بدي اسالك عني وعن جوزي كيف تكون حياتنا للابعاد، وعن الانجاب اذا بيكون في انجاب بيني وبينه. وبدي اسالك مره حضرتك تعطيني حجر كريم كرمال الطاقه.
سمعتها ولا بعدها؟ خليكي معي. أول شيء مشان علاقتك بزوجك أمور جيدة جدا، رغم أنه في بعض تناقض بالآراء، في شوية تعصيب، ولكن الأمور جيدة. الإنجاب نعم موجود إنجاب، بكون عندك إنجاب على المدى، مش المدى البعيد يعني سنوات كثيرة، لا مفروض 2017 يكون في توأم على إيدك بالنصف الثاني من 2017. وآخر سؤال شو كان؟ على حجر الطاقة، كيف واحد تعطيني حجر طاقة؟ فيك تعطيها حجر طاقة يضل معها؟ بدك تبعتي لي نعم بدك، يا بدك تحكيني بعد البرنامج، يا بدك تبعتي لي رسالة بتاريخ ميلادك واسمك الكامل تنشوف شو هو حجرك، وهذا الحجر شو بفيدك، شو بيعمل لك، إذا هذا الشيء بيساعدك لأمور مستقبلية أنت بدك إياها أما لا. فمن بعد البرنامج دايركت فيك ترجع تحكيني من الساعة 12 وطلوع، الخطوط تكون مفتوحة، فيكم تحكوني ونقدر نتناقش بهذا الموضوع، نشوف شو حجر المناسب لإلك، ونقول لك منين ممكن تجيبيه، أو إذا بتحبي تاخديه من عنا، يعني فيك تطلبيه أنت حضرتك من الإنترنت، وفيك توفري حالك تطلبيه من عنا. شكرا لاتصالك مدام. طبعا رقمنا 01-491-702، هذا هو الرقم يلي عم تلقى كل اتصالاتكم عليه من لبنان ومن خارج لبنان. اتصال جديد مايك بدهم يحكوا معك. الو. الو. اهلا. بونجور. تفضلي مين معنا؟ لميا. تفضلي يا لميا، بدك تحكي مع مايك؟ ايه اذا بتريدي. اكيد تفضلي. صباح الخير. يا اهلا. بدي اسالك عن بنتي الى بس اذا بتعلي لي صوتك تعملي معروف بس شوي صغيره. اسال عن بنتي الى فتره مزوجه وبدي اشوف اذا حيصير عندها بيبي عن قريب. نعم هذا سؤالك. ايه تكرم عيني. اهلا وسهلا فيك. ما في اي مانع بالنسبه لبنتك انه يكون عندها ابناء، بالعكس امورها كثير ميسره وامورها كثير منيحه، ولكن هي عصبيه المزاج بعد الشيء، ولكن على حياتها العائليه لا، ما في اي نوع من الخطر، ما بتشكل خطر على حياتها بحياتها العائلية مع زوجها مع أهل زوجها، ما في شيء بشكل خطر حتى عصبيتها، ولكن هي بينها وبين نفسها حاسة حالها بحاجة لشيء. بالنسبة للأبناء نعم بكون في عندها أولاد. إذا إن شاء الله كل شيء تم على خير وعلى سلامة مدام. اتصال جديد كمان. ألو. ألو. بونجور. مرحبا. بونجور. أهلين مين معنا؟ فيني معقول اسمي؟ إيه فيكي أكيد تفضلي. بس حابة أعرف عن إخواتي بالبيت، من وضع البيت عندنا. سوري بدك تقوي صوتك، تحكي شوي شوي على رواق لنقدر نسمع. حابة أعرف عني وعن شغلي. أنا عم أشتغل، بدي أعمل دورة مكياج، بدي أشوف إذا بتزبط معي. نعم. صباح الخير. صباح الخير. بطلتي موجودة. ألو. قطع الخط، شو فينا نقول لمايك؟ لبالك انه دورة المكياج لا منك ناجحة فيها، لو نجحتي فيها ما رح يكون لك مستقبل فيها. هلا من صوتك مبين انه حضرتك مزوقة، بتعرفي تلبقي الامور على بعضها. أتمنى عليك انه تكون عندك النجاح الأكبر في الحياة على الصعيد المادي والاجتماعي في المستقبل، تكون الدورة تصميم أزياء أو خياطة. هذا الشيء كثير بريحك وهذا الشيء رح تقدم عليه. لو عملتي دورة الميك اب هلا ما رح يكون في عندك نجاحات اللي انت متوقعتيها حضرتك، رح ترجعي تلتجي للتصميم وللخياطة. مستقبلك بكون كثير منيح. شكرا لاتصالك. كمان معنا اتصال جديد. الو. صباح الخير. صباح النور. كيفك صحة؟ اهلين. فيني احكي مع مايك؟ اكيد تفضلي. مين معنا؟ مين؟ رولا. رولا. يلا رولا تفضلي. صباح الخير. صباح النور. بدي اعرف اول شيء عن ابني اذا عنده سفر وعن كل شيء عنه، واذا لا كل شيء عنه هي صارت حياته الخاصه. طيب يلا بس عن حددي لي اسئله محدده تقدر جاوبك عليها. وعن بنتي العارف انه عم استقبلها، وعن اولادي اسمه البخوت بس الصبر. اللي بقول لك انه حياتهم فيها سعاده. ابنك في عنده سفر، السفر بكون متكرر وبكون منه ثابت بمكان واحد من مكان إلى آخر. الأمور المادية بكون فيها تحسنات كتير منيحة بالنسبة له، ولكن ما ينجرب الأمور العاطفية لها، بدها ترجعه كتير لورا بالوقت الحالي. بالنسبة لبنتك ما في أي خطر عليها، ولكن متسامحة زيادة عن اللزوم. أتمنى أنه تعرف تحط حدود للأشخاص المقربين منها،
حتى تقدر تقلع بصفحة جديدة العام المقبل. شكرا لاتصالك. بدي اتمنى من كل اصدقائنا المشاهدين بس حكونا بليز علوا صوتكم شوي، ما فينا نحن كثير يعني نعلي الصوت لان بصير في فتور على الهواء. وطوا صوت التلفزيون، اسمعونا من ابراي التليفون وعلوا صوتكم شوي بس بدكم تحكوا مع مايك. واتصال. الو الو بونجور. بونجور يا هلا، مين معنا؟ يا هلا مين معنا؟ في قول ما اسمك. ايه اكيد تفضلي. صباح الخير. صباح النور. من 6 شهور سألتك عن جوزي إذا عنده ترقية، قلت لي إيه بعد الحديث هلا حطوا الترقيات وما ترقى، إذا في عنده ترقية. عنده ترقية مدام. مطولة؟ سمعيني صوت جوزك تعرف قديش، اللي بقول لك إياه إنه عنده ترقية، ما حددت لك أي متى، قلت لك عنده ترقية. والترقية ضمن هذا العام. إن شاء الله، بدي أسألك عن وضعنا المادي وعن بيتنا وعن أولادي. ما في أي خطر عليكم على الصعيد المادي، الحلو بالأمور المادية إنه ما فيها تراجع. ثابتة بشهر 5 يبدأ التطور المادي، ممكن يكون التطور مع الترقية اللي بدها تجي تسكير بعض الديون المتراكمة عليكم، المفروض يكون بين شهر 7 وشهر 8. الأمور المستقبلية نجاحات كتير مهمة وعقار جديد بال 2017. شكرا لاتصالك. نحن بعدنا متابعين على 0144-1702 واتصال جديد. الو 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 تفضل حضرتك على الهواء. ايه اذا سمحت. تفضل، مين معنا؟ حسام معك. تفضل يا اهلا وسهلا، مايك معك تفضل. يلا صباح الخير. صباح الخير مايك. يا اهلا. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، حضرتك على الهواء تفضل، احكي مع مايك مباشرة تفضل. ما بيرد علي مايك. بلا عم بيرد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا تفضل. بدي اسأل عن اولادي والصحة والمادي والتجارة. نعم. الحياة المادية فيها تطورات إيجابية بناء على مشروع جديد تجاري بدك تقدم عليه المفروض بشهر 6. هذا المشروع عم بيندرس وكأنه في شركة فيه بتم على خير وبيبصر النور بشهر 6، بريحك بالأمور المادية. على الصعيد العائلي في سفر لشخصين من العائلة، هذا السفر بكون إيجابي جدا، ممكن للعلم أو للعمل ما فيني أعرف، ولكن مستقبلكم بكون مضمون على الصعيد المادي والنجاحات مهمة بتكون. بعد فترة بنهاية 2017 بكون في عندك تطور لعملك اللي عم تنشئه بشهر 6، بكون في تطور لأكثر من بلد عربي. شكرا لاتصالك. طبعا وين ما كنتوا عم تتابعونا اصدقائنا، نحن متابعين مباشره مع مايك فخالي، ولكن الشرط الوحيد انه يسمع صوتكم ليقدر يتوقعكم للمستقبل. ارقامنا عم تمر قدامكم على الشاشه واتصال جديد. الو بونجور. يسعد صباحكم. يا هلا، مين معنا؟ ظريفة. أهلا ظريفة تفضلي. كيف فيك؟ بدي أسأل عني وعن زوجي صحية، وبدي أعرف إنه بدنا نرجع على بيتنا ولا لا. ليكي فاضي وقت بسمع صوت ماي بصير قلبي يرجع. بدي أسأل عن أهلي، عن أولاد أختي اللي بتوفوا بحياتهم بيرجعوا على سوريا. صباح الخير. ويسعد صباحك يا عزات لبنان. اللي بقول لك إنه الكل راجع على سوريا. كل شخص سوري راجع على سوريا. الأمور إيجابية على صعيد البلد. على صعيدكم الشخصي بالنسبة لزوجك، أتمنى الانتباه جدا له. مرحلة تتعدى الشهرين ونص 3 أشهر عم يمرق هيك في ضيقة نفس، انتبهوا منه، الموضوع منه كتير مريح. مستقبلا نعم في عندكم رجع على سوريا، بيتك بيرجع لك، ما في أي خطر حواليك. بالنسبة للأبناء أمور ميسرة جدا، أما بالنسبة لأولاد خيك ما فيني أعرف. أتمنى يحكوني، الأرقام موجودة بيقدروا يحكوني هني تقدر أعرف شو التفاصيل اللي مرقين فيها هني من صوتهم. شكرا مدام لاتصالك وكمان اتصال جديد. ألو 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 مرحبا. أهلا مرحبتين، يا هلا مين معنا؟ كيف حالك؟ أنا مدام هنا. أنت مين؟ مدام هنا. مدام هنا تفضلي. مدام هنا مايك معك. حبيبتي انا بدي اسالك بس، في عندي بنت مجوزه ومش مرتاحه بحياتها مع جوزها، هو مريض بس شو بتطمنيني عنها؟ بدك تساليني انا ولا بدك تسالي مايك؟ استاذ مايك طبعا. مايك تفضل. مايك صباح الخير. يسعد هالصباح، كيفك؟ نشكر الله.
شو اخبارك؟ لك من ناحيه بنتك حسب ما عم تحكي حضرتك الحق مش على زوجها، في تدخلات من اقارب رب البيت عم يتدخلوا بحياته، هي ما عرفت تحط حدود، بلشت عم تحس حالها مكبوطه ومظلومه من الداخل، طريقه تصرفاتها خلت تصير في مشاحنات في الداخل. انا اللي بقول لك اياه انه التو البارح الامور رائقه جدا، السفر قريب اكثر من المتوقع، ترجع بتتغير حياتها للاحسن، ما تحملي همها. من ناحيه حضرتكم بدي اياكم تنتبهوا بشهر 9 على الامور الماديه، في شيء غلط او في شيء مرهون من الممكن كثير انه يضيع من بين ايديكم. شكرا مدام، ان شاء الله كل شيء يكون على هيك خير وسلامه. طبعا نحن متابعين معكم من لبنان ومن خارج لبنان. واتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور، كيفكم؟ الحمد لله. مين معنا؟ هنا. هنا تفضلي يا هنا، مايك معك. مايك اذا بتريدي. مايك معك تفضلي. صباح الخير. بدي اسالك عن صحه ماما. صباح الخير. تتحسن؟ تتحسن؟ هي مريضه تتحسن. وبدي اسالك عن شغل جوزي واولادي، انه عائلتي يعني، وفي عندهم ارض اهلي في مشاكل عليها، بترجع لهم ولا لا؟ صباح الخير. صباح النور. منبلش من الاخر، الارض لا صعبه ترجع، في في تسامح وفي شراكه جديده بدها تفوت، بياخذوا جزء من حقهم فيها. هلا من ناحيه الوالده الامور الصحيه ما في تطور على الصعيد الخطر، ولكن الامور على ما هي باقيه. ما بيتطور وضعها بسوء وضعها، لا، الامور مثل ما هي بتضلها، ما بتشكل خطر اكثر. من النواحي المادية للعائلة في انفراجات، وحضرتكم موعودين فيها من أحد الأشخاص اللي بعاد عنكم أو الموجودين بالخارج، وعدكم بانفراجات. الانفراجات بتكون بشهر نيسان أو آخر شهر نيسان. صحيا ما في خطر على أي فرد من العائلة، لا عليك ولا على أهل بيتك. شكرا مدام، أهلا وسهلا فيك. وكمان عم بيقول لي جارو اتصال مايك، بس تكون يعني ما ملحق اسم الله. اتصال ولا اتصال؟ الله يزيد المحبين. أكيد. اتصال. ألو ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ عبير. كيفك يا عبير؟ الله يسلمك. تفضلي مايك معك. يلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا. يا أهلا. أنا ما اسمي عبير بطرابلس. تفضلي. تفضلي. أوكي، بدي اسال عن مادي. ماديتي كثير ضعيفه، كل سنه بقول هالسنه احسن من سنه بس ما عم بتحسن. نعم، هذا سؤالك. ايه، وبدي اعرف عن اولادي ومستقبلهم. عندي واحد عسكري وواحد موظف وهيك وهيك. اوكي، كان معك على الخط بزيد. اللي بقول لك اياه انه مش احوالك الماديه ما عم تتزبط، المشكله انه حضرتك ما عم بتعرف تطالبي بحقوقك الماديه. اذا بتطالبي بحقوقك من 3 سنين لهلا بتلاقي حالك انك مرتاحه ماديا، ولكن كل ما صار معك هيك مثل ما بيقولوا قرشين على جنب عم بتلاقي لهم طريق. طالبه بحقوقك الماضيه من اقرب مقربينك، امورك بتكون جيده جدا. خطر على الابناء او على العسكر ما من اي خطر عليهم، امور ايجابيه جدا. حضرتك انتبهي كثير على وجع الاقدام من الركبه ونزول، بس يبلش عندك الوجع او الحريق اتمنى عليك باسرع وقت ممكن تستشيري طبيب العائله. عندنا حدا تحت الهواء عم بيقول حميته وقعت وكسرت اجرها، فشو الوضع؟ بس ما بحب يطلع يعطي تحت الهواء. بجاوب تحت الهواء، يعني بدك تسمع اسمه. ايه بدك تسمع صوته. بدي اسمع صوته. صوته يا ريت اللحظة اللي حكينا فيها في ألف حما وقعت. جارو يا ريت بيسمعنا صوته يعني المتصل، لأنه بده يقدر يسمع الصوت تحت الهواء يحكي تحت الهواء إذا ما بحب يطلع مع اسم. اتصال جديد. ألو ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ معك فضل الله. فضل الله، تفضل يا فضل الله. بدي أسأل عن شغلي، وكنا موعودين نحن بالصرف وهيك، وعن الصحة وعن بنتي. صباح الخير. ألو. صباح الخير. صباح النور. سيدي على سبيل العمل. نعم. في أمور إيجابية ولكن ما زالت متأخرة، ما زلت عم بترمم تراكمات سابقة. نعم. وفي ورقة أو ورقتين بعدهم واقفين
احد الاشخاص النافذين واقف بوجهك فيهم، ولكن بترجع بتستلمهم وصيفيتك بتكون حافله. والرخص اللي حضرتك ناطرها من الممكن يكون وراء رخص بتتم على خير وسلامه وما في اي خطر، وامورك كلها سوا بترجع بتنفتح. شكرا فضل الله على اتصالك. اتصال جارو عنا. الو الو، اتصال من يارا. الو الو، نقطع الخط. نحن متابعين معكم اصدقائنا بتلاقيك الاتصالاتكم 01-491-702 من لبنان ومن خارج لبنان. اهم شيء مثل ما سبق وقال مايك يسمع الصوت ليقدر يخبركم شو ناطركم بالمستقبل. مايك، في هيك تعب يعني بالاصوات، كل الاصوات اللي عم تحكينا بتحس عندها كم من التعب. قد ايه هيدا التعب بنقدر نداويه بناحيه او باخرى بالاحجار الكريمه يلي حكينا عنهم بحلقه سابقه اليوم؟ احجار الطاقه مش الاحجار الكريمه. عفوا، احجار الطاقه. نقدر نعالج تقريبا بين 60-80%، ولكن اللي اهون بعلاج الطاقه واللي ما في دفع مصاري وما في حجر نلبسه هو الصلاه والسجود والصوم ايا يكن. شو دينه الله؟ ما حدا بيعرف دين الله. الله دينه المحبة والعطاء. إذا كلنا نتبع ديانة الله نسجد له، صدقيني بكون عم ناخد طاقة إيجابية كتير رائعة، بنوفر على حالنا تكاليف كتير كتير. يعني الصلاة، الصوم، السجود هي قمة الطاقة بالحياة. يعني السلام لا اسمه المسيح سجد قال له فلتبتعد عني هذه الكأس، كان ساجد بجبل الزيتون. يعني إذا المسيح سجد فليش نحن بدنا نستحي؟ لا يبدأ يركع، لا بروح بوقف أو بلقي أو هيك نص قاعدة بتكون على الكرسي وإجري ما بدقوا بالأرض إذا وقت السجود بالكنيسة. لا، خلينا نتعلم كيف نسجد بفرح. هيدي قمة الطاقة، هون بنستمد الطاقة اللي هي الطاقة اللي عم ناخدها من الأرض وعم ناخدها من ربنا السلام لاسمه. بتوفر على حالنا كثير أحجار ووفر على حالنا تكاليف مادية وكثير أشياء. نعم. حابة أرجع أذكركم أصدقائنا نحن متابعين معكم أنا ومايك مباشرة على الهواء. طبعاً إذا كنتوا عم تتابعونا من لبنان أو من خارج لبنان فيكم تتصلوا الأرقام قدامكم ومايك يسمع أصواتكم ويتوقع لكم بالنسبة للمستقبل. كثير ودايماً وكذا مرة بتعيدها بكل الحلقات عن أهمية الصوت. هلا بدي أحكي شوي عنه ولكن من بعد ما ناخذ هيدا الاتصال. ألو ألو ألو، بونجور، مرحبا، تفضل. معك عمر. ايه عمر، تفضل. بدي اعرف عن الصحة وعن مستقبل الي ولعائلتي. نعم. صباح الخير. صباح النور. صحيا ما في خطر عليك، ولكن حضرتك من النوع اللي على طول عندك قلق انه يصير معك شيء وتأثر تجاه عائلتك، لانه المسؤوليات اللي ملقاة على عاتقك اكبر من انه مسؤولية ضمن بيتك، حامل مسؤولية عائلة كبيرة. مش بس العائلة الصغيرة اللي حضرتك تنتمي لها. اللي بقول لك إنه ما تخاف من شيء، أمورك كلها سوا ميسرة. الأمور المادية في انفراجات كتير كبيرة مفروض تبدأ معك بنهاية هذا الشهر. يمكن يكون عندك شغل إضافي غير شغلك لحين أنه تترقى بعدة أمور، بتصير في تنتكل على شغل واحد. مستقبلا شغلك بكون مستقل لشخصك الكريم، ما في أي خطر صحي عليك أو على أي فرد من العائلة. حذاري من السفر من هلأ لنهاية شهر 7، موضوع مش رح يكون حلو لك. شكرا لاتصالك. متابعين معك مايك مباشرة على الهواء، كنا عم نحكي عن أهمية الصوت. يعني دايما بترددها ونحن بنرددها انه صوت بس مايك بده يسمع صوتكم لأتاب، انه اذا حسيته مثل بصمة الاصبع مثل بصمة العين. اوكي، يعني اذا حسيته حزين بتحكي عن وضع حزين، ما اذا حسيته فرح احساس. شو؟ ما في شيء اسمه احساس. هلا اذا عينك مدمعة مسحية بيرجعوا بالسفرات او بالمطارات او بياخذوا بصمه عينك، ما بتتغير. ان كنت حزينه دبلانه عينك او فرحانه كبيره، خامه الصوت ما بتغير، الخروج له بغير، ولكن بده ينقاس من هون مطلعه شو هو. يعني من اول ما يبلشوا يحكوا معك كلمه الالو خلص انكشفت الامور كلها سوا. من الالو؟ من حضرتك، تكوني حضرتك عم تساليهم مين معي، بكون هو حكي في احرف معينه بتطلع مخرج الصوت الاساسي. نحن ليش كان بقدر اخذ الاتصال لحالي الو تفضل كذا، بس لا انا عم ركز على بس تكوني حضرتك عم تحكي مع المتصل. انا بكون سارح
عم بنقي الاحرف اللي ممكن اقدر فوت فيها بعدين، مشان هيك بركز على كلمه صباح الخير. لا فيها ثلاث احرف ممكن يفوتوا للصوت الطبيعي. هيدا عالم قائم بذاته؟ طبيعي طبيعي. مشان هيك دائما بتركز على اهميه الصوت وانه لازم نسمع الصوت و... لكن صوت الانسان المباشر لما تكون عم تحكي مع حدا مايك قد ايه بيكشف لك كثير اشياء خبايا كثير اشياء، وبكون عم بيستفيد كثير. مشان هيك هلا انه على طول في دعوات للخارج لمحاضرات بنعملها بالخارج، هون بلبنان بعد يمكن ما حدا اخذ الموضوع بعين الاعتبار. بس اللي بقول لهم لا، عملنا محاضرات بالاردن، عملنا محاضرات بمصر، عملنا محاضرات بنيويورك، ببوسطن، هلا في عندي بتورونتو، عم نطلع ننشر هيدا العلم، علم الصوت. شو لذة الوعظة بالكنيسة أو بالجامع؟ صوت صوت رجل الدين اللي عم بيوصل لك الرسالة. المحامي كيف بيربح قضيته؟ عنوة عن أنه دارس ملفاته وما هو حق فيها 100%، ولكن صوته بيأثر على القاضي. مش بيأثر أنه بيجبره، لا، بحسه أنه في ثقة بنفسه وعم بيعطي وقائع على الأرض. صحيح. لما يكون شخص انه وقائع تبعوله ضعيفه بيحكي بطريقه كثير هيك صغيره. عندنا اتصال مايك بناخذه سوا. الو الو بونجور. بونجور يا هلا، تفضل. ممكن احكي مع الشيخ مايك؟ اكيد تفضل. بونجور مسيو مايك، صباح الخير. معك محمد، حابب بس اسالك، عندي مشكله اليوم صايره معي بتخلص ان شاء الله اليوم معي، وحابب اسال عن اهلي وبيتي وعن صحتي. نعم. شكرا كثير. سيدي الكريم، اليوم ما بتخلص المشكله، ولكن قريب جدا تنتهي الامور، ما بكون في لها ذيول، ما بترجع بتتابعك، ولكن بدك تخضع لشبه مساءله والامور تنتهي هون. اتمنى عليك تكون بجرأتك الكامله وما تخبش يدافع فيه عن حدا، كون كثير واضح باجاباتك. بالنسبة لأهلك ما في خطر على أي فرد من العائلة، المفروض شهر 11 يحمل لك سفر جديد، بتكون كتير مرتاح. أهلا وسهلا فيك، كمان عنا اتصال جديد، نحن متابعين معكم بتلقي كل اتصالاتكم من لبنان ومن خارج لبنان، بس بنطلب منكم أنه الصوت يكون واضح، أو صوتكم شوي لما بدكم تحكوا مع مايك. ألو؟ ألو بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ أهلا مدام، مين معنا؟ معك غادة. إيه غادة، تفضلي، مايك معك. اوكي، بدي اساله عن بيتي، عن عائلتي، وعن ابني زعلان هو مدامته. اذا صباح الخير. صباح النور. يا هلا. بدي اسالك عن بيتي وعن عائلتي. اللي بقول لك يا، الخلاف الموجود بعائلتك ترجع الامور لطبيعتها، ولكن اتمنى نعم انه ما بتطلع شوي من ثقيله، اذا فيكم تقنعوا الامراه انه ما تسمع كلام احدى اخواتها، فالامور بترجع لطبيعتها وبترجع الالفه للعائله، وبترجع العائله بتكبر وبتعمر. بالنسبه لبيتك ما في اي خطر، ولكن حضرتكم من النوع كلكم اللي بالبيت بتحملوا هم غيركم اكثر ما بتحملوا همكم. اذا بترجع بتعملي لفته نظر لنفسك، بتعرفي شو سبب الاوجاع اللي عم بتحسي فيها لك فتره، من اسفل راسك لكتافك، مرات عم بيوصل الوجع شوي صغيره لظهرك. جربي قدر المستطاع انك ترجعي تعيشي حياتك انت، فيش يخلقك، ما تخلي كل شيء من جوا، لان هذا ستريس عم بيعمل لك اوجاع، عم بيعمل لك مثل تشنجات بالعضلات وبالعظم، ما فيك اي شيء خطر. شكرا مدام لاتصالك. 01417702 واتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. ميرسي، شكرا لك. مين معنا؟ معك الي اربان. الي، كيفك يا الي؟ ماشي الحال، في مجال نحكي مع مسلمي؟ اكيد تفضل. مايك بونجور. صباح الخير. صباح النور. بدي اسالك عن احوالي الماديه والشغل وعن اهلي. هل في تفكير بشراء شيء على صعيد عقار او شيء جديد؟ فكره موجوده عندك؟ الي بعده معنا. الي على الخط. عم بيقول لي جارو لا اسكر. بقول لك بعدك معنا؟ في تفكير بشراء شيء عقار جديد؟ ايه مضبوط. اللي بقول لك يا، امورك تامه 100%، ما في اي خطر، ولكن احد الاشخاص ممكن يكونوا مقربين منك، هن بالجسم الطبي،
بدك تنتبه كثير انه قدر المستطاع كون متقرب منهم، لان الوحيدين حيقدروا يفهموك، هذا الشخص الوحيد اللي حيقدر يفهمك ويفهم تطلعاتك. على الصعيد العائلي ما في اي خطر على اي فرد من العائله، مستقبلك كثير رائع، بس قوي ثقتك بنفسك. شو بدك بالمحيط شو عم بفكر؟ المهم انت اللي انت مرتاح فيه دوم عليه. ما في شيء غلط بالحياه، الغلط فقط انه نكون عم ناذي غيرنا، كل شيء ما بناذي فيه غيرنا إلنا حق فيه وإلنا حق إننا نعيشه. شكرا لاتصالك يا إلي. واتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك أدهم الحلبة. أهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ عم بحكي من الإمارات. يا هلا فيك، تفضل، مايك معك. صباح الخير سيد مايك. صباح النور. إذا سمحت أنا بدي أسألك بس عن عائلتي. نعم. ومستني يجيني ولد انا على الطريق، بس شو احسن اسم ممكن سميه له؟ شيء يفتح له مجالات بالحياه. باي شهر الولاده؟ الولاده بشهر 7 ان شاء الله. انثى اما ذكر؟ عاملين اشعه؟ عندنا ذكر. ذكر. اللي بقول لك هي حرف الالف، حيلا اسم بحرف الالف بشهر 7 بكون كتير قوي، بيحمل شخصية، على شرط انه لا يتعدى الاسم 4 أحرف. بتكون اموره جيد كتير، ما في اي نوع من الخطر. ولكن اتمنى عليك انك تنصح شريكة حياتك انه تنام على ظهرها، وهيدا الشيء وصف لي اياه الحكيم، تنتبه كتير هيدي المرحلة. ما في اي خطر للمستقبل، امورك المادية كتير منيحة، في عندك نقلة من مكان إلى مكان آخر، ولكن بتضلك ضمن الإمارات. يا أهلا. يعني عم نفكر له هلأ، أحمد، أدهم، في كتير أسامي 4 حروف. هو اسم 4 حروف، شهر 7 4 حروف، وأقوى حرف لإله مطلع الاسم حرف الألف. طيب إذا كان أكثر من 3 أو 4، أكثر من 4 أو أقل بكتير من 4، شو بيصير؟ مثلا لنعتبر اسم من 3 حروف او اسم من 5 حروف، شو ممكن ياثر عليه سلبا بالمستقبل؟ اذا اكثر من 4 بحمله تقل للمستقبل، على شهر 7 عم نحكي، للمستقبل بحمله تقل للصبي. واذا اقل بتطلع شخصيته نوعا ما خجوله، ما بكون عنده الجرأة الكافيه الثقه بالنفس. اتصال مايك. الو. الو، بونجور. اهلين، بونجور. يا هلا وصحتك. هيك بدي احكي مع مسيو مايك. مين معنا؟ مدام فرح. ايه مدام، تفضلي، مايك معك. ايه بحياتك، انا بدي اسال عن صحتي، انا مريضه، وعن ولادي وبيتي. صباح الخير. يسعد الصباح، طول عمرك. تسلمي يا قلبي. بس هيدا اسئلتك عن ولادي. ايه عن صحتي، انا مريضه يعني بالمرض الثقيل. شو هو مرضك؟ كانسر. نعم؟ كانسر. ايه، اول شيء هيدا المرض مثله مثل الزايدة، مثل القرحة، مثل المرارة، مثل الديسك. نحن منموت لما منفكر فيه هذا المرض بده يموتنا. بس فكروا كلكم انه هذا المرض ما بيقتل. يعني الانسان بيعيش فيه 20 سنة، بيعمل فحص، بيعرف انه عنده كانسر، بقول لك بعد جمعة. لا، مثل كل الامراض الموجودة ومرقت بهالتاريخ كله سوا. تفكيرنا والعلاج اللي بيعطينا اياه الطبيب هو اللي بيشفينا وبيشيل كل شيء منا. ما في شيء بخوف. يعني منك مريضه مريضه مريضه، لا، بالعكس. والعمل اللي عملتيه، عمل الجراحي والعلاج اللي خضعتي له، شيء كثير منيح، وفيك تقولي بلش تنتهي الامور بالنسبه لحضرتك على الصعيد المرض. فمشان ثاني مره بس بدك ترجعي تحكي معي مره ثانيه، ما بدي اعرف انك مريضه. خلص المرض راح. بضلنا نذكره مدى الحياه، ومرض هذا ما بيقتل. طالما نحن بدنا نعيش وبدنا نحارب وما بيموتنا. على الصعيد الابناء الامور ايجابيه جدا، في عندك فرح جديد مفروض يكون بين شهر 8 وشهر 9 بقلب بيتك. يعني يا مدام ان شاء الله على خير يا رب، الله يقيمك بالسلامه. مايك، نحن طبعا بخلال هالفتره اللي كنا فيها معك قد ما فينا اخذنا اتصالات من لبنان ومن خارج لبنان، املنا الوحيد انه نلبي كل مشاهدينا يلي بينطروك. شو بتحب هيك تقول لكل المشاهدين، وبخص بالذكر يلي عم بيعينوا من مرض معين او يلي هن بالفراش عم بيعينوا من وجع معين، شو بتحب تقول لهم؟
لكن ما في شيء اسمه مرض. الإنسان بس يتعب تتحرك عليه الأمور، بس يخلي نفسيته حلوة يضل عنده أمل ببكرة، يضل عنده تفكير بكرة شو بدي أعمل. ما في أي مرض بيكسره. يعني هيدا إشياء من تجارب شخصية أنا عشتها، وأنا نمت بالفرشة تقريباً شي 8 أشهر. كان إذا الشرشف بدق بإجري كهرب كلنا سوا. خدت قرار إنه خلص ما بدي، وربي حدي كان، استعنت بربي وحين شفيت وعم بمشي وبروح وبجي وبطلع وبنزل. الإيمان بالله أقوى بكل شيء، أقوى من كل شيء. في أدوية بس تكون مأمنين فيه خلص صحينا. بدنا نحن نحارب بسلاحه، هو بسلاح الصلاة والإيمان. اثنين، بدي عيد الجميع، بدي لهم شعنين مباركة. والأسبوع الجاي بدي أقول لهم ينعاد عليكم العيد، مش بالتياب مش بالمظاهر، العيد بقيامة الروح. خلينا نرجع نقوم روحنا بالصلاة وبالإيمان وبالتجدد وحب الله، لأنه لثمان الشهر تأرجع أشوفهم. أنا بإذن الله رح أكون بتورونتو بكندا، وبحبهم كتير، وأنا رح صلي لهم هني يصلوني. مايك شكراً لألك. ميرسي. شكراً لوجودك معنا، إن شاء الله موفق بتورونتو يا رب، إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة. ونحن كمان بدنا نعيد الجميع، بدنا نقول شعنيني مباركة. وكتار من المشاهدين عم بيشكرونا لأنه مايك كان معنا، لا شكر على واجب ولا. ونحن بنرجع بنشوفكم بكرة بتمام الساعة 8. إلى اللقاء.